ما تحدث به السيد المالكي يوم أمس أنا أعتبرها هي الدكتاتورية بعينها، لأنه أصبح الخصم والحكم، المشتكي والادعاء والقاضي. وأقول لا تحتاج يا دولة رئيس الوزراء أن ترفع دعوة في المحكمة الاتحادية وتطعن، فأنت عندما تتكلم في الإعلام بما تريد هم سوف يجرون اللازم كالعادة بما تريد، فلا يحتاج أن تطعن. أما دعوتك للنواب بعدم الحضور فهذا هو التعطيل بعينه، وأذكرك وأذكر الشعب العراقي بمن يعطل القوانين، وليسمع الشعب العراقي، ألا تتذكرون أننا أقررنا حصة 25% من حصة فائض النفط توزع على الشعب العراقي؟ أصبح قانون نافذ توزيع حصة النفط نقداً على الشعب، صوت عليه البرلمان. لماذا لا تنفذ التوزيع يا رئيس الوزراء؟ لماذا لا تنفذ التوزيع؟ لماذا لا تنفذ التوزيع؟ هذا هو التعطيل بعينه. أنت مو قاعد توزع مبادرات، لماذا لا توزع حصة الشعب من النفط؟ لأنك لا تريد أن يكون الشعب مع البرلمان، تريد أن تكون المكرمات بيدك وحدك، وهذه هي الدكتاتورية بعينها. أصبح واضحاً يا دولة رئيس وزراء من صاحب المؤامرة، فإذا كانت هناك مؤامرة ضد الشعب العراقي فأنت أول من يقودها. وعندما يقتل أبناء الشعب العراقي وتستمر التفجيرات الدامية والفشل الأمني الذريع، وعندما يقتل أبناؤنا ويذبحون يومياً من المدنيين والأجهزة الأمنية، ونستدعيك ولا تلبي، لا استدعائك ولا استجوابك ولا استضافتك، وتمنع القيادات الأمنية من الحضور إلى البرلمان ولا تعتذر ولا تعترف ولا تستقيل ولا تستنكر، فهذا هو التعطيل بعينه. أما بالنسبة إلى السيد النجيفي، قلتها له وأقولها، أنت يا سيادة رئيس مجلس النواب من يتحمل وزر الهجمة التسقيطية وتشويه البرلمان، ولا أستبعد بل لدي شكوك أن هذه الضجة والأزمة بينك وبين السيد المالكي هي لإلهاء الشعب عن معاناته في الأنبار وفي بغداد وفي البصرة وفي الحلة وفي الموصل وفي كل مدن العراق، وستصب هذه الأزمة في مصلحة النجيفي والمالكي انتخابياً، ولربما سنشهد بعد هذه الأزمة معاودة الصلح والتقبيل والضحك وتوزيع الابتسامات أمام وسائل الإعلام. الدكتورة مها الدوري، شكراً جزيلاً.